والصدق والصدق والرحمة والأخوة والتعاون
إياها ليجتثها من الحالة الأولى ويقدم البديل عنها. والبديل ليس حلقا واحدا، ليس صنفا واحدا، البديل أو البديل هو التشديد في الحياة، في مسيرة الحياة. البعثة الرسول كانت تجديدا لمسيرة الحياة في الحياة الإنسانية وفق الدين.
قلت والربوبية والألوهية ولا فضل لهم من طاعته وعبادته والإجابة فيما أمر به ومما نهى عنه، ولذلك خلقهم وهو غني عنه وهو لا غني له عنه، لأنه خلقهم لأجل ربه وطاعته، وإذا اعترضوا بأي أمر من أنواع المعاصي ثم ذهبوا ورجعوا إليه معترفين بذنوبهم مستغفرين راجين عفوه ومغفرته طالبين مخلصين تاب عليهم وغفر له لأنه غفور رحيم. إن من أخطائهم المشكلات والأزمات ومصائب الحياة وضاق عليهم كل العيش وهدموا بأنفسهم أو في أبنائهم أو في حياتهم إلى أن يتوشحون إلى أن يتوشحون وعلى أن يبكون وبمن يستغيثون ويستنصرون. ليس لهم إلا الله وحده القادر على وعبده وحده إليه الأمر وحده هو الواحد الأحد ما مصطفى الذي يدعو إلى جميع الأمور ولا تشركوا معه أحدا كان من كان لأن الكون كله وما فيه من خلقه لا تصرف معه به ولا معين له عليه أطيعوه ولا تعصوه فالمعاصي تغضبه وتكون سببا أن تستهزئوا بسنن الرسول لأنها الدين. احذروا استحلال المحرمات فإن من استحل ما حرم الله كفر. احذروا النفاق العقدي الذي يخرج من الدين والنفاق العملي آية النار وشوف الكذب وشهادة الزور والغيبة والنميمة وشوف الإساءة للناس
نحن الى الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أيها المسلمون، اهجروا الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة، فعواقبه وخيمة، والله أعطى ملكه على عدل، وأسر رسله جميعا في دينه دين العدل، وختم هذه الرسائل السماوية أو الرسالات السماوية برسالة الخاتمة التي أنزلها على نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولذا قلت أسر بدينه دين عدل زيادة العباد بالعدل وإقامة حياتهم على عدل، فاتصفوا بالعدل بالأقرار والأفعال والفرق في المنازعات والخصومات، اهجروا البيوع الفاسدة كبيع العينة وهو أن يشتري الرجل السلعة ثم يبيعها بثمن مؤجل بزيادة عليها من الذي اشتراها. قلت اهجروا البيوع الفاسدة كبيع العينة وهو أن يشتهي أن يشتري الرجل السلعة أو أي مبيع، كل مبيع بسبب السلعة بثمن مؤجل إلى أجل ثم يبيعها من اشتراها، ذلك بشرط نوع من العين، ثم يبيعها من اشتراها منه بثمن مؤجل أقل، اشتراها مليون أعوذ بعذاب أن تشبه منه ستر درهم نسبة درهم قلب، ولكنه ثلث الفلوس الخاصة، فتصير السلعة لها ثمنان، ثمن أول وهو الأطول وهو الأرخص لأنه مؤجل، والثمن الثاني أقل وهو معجل، هذا هو بيع العينة وفيها صفر، هو حرام يا كبد. وشوفوا بيعتين في بيعة واهجروا بيعا وشرطا فيه، بيع في الشرط والشرط والشرط، واهجروا ان تبيعوا ما ليس عندكم، حاجه دي مش بتفيدك مضمنه عندك في ملكك ما تبيعها، واهجروا البيع على بيع بعضكم بسبب كسر السلعه وانت ما تشتريها، فتحت ايه؟ هذه الصوره كصوره في حكمه العاقل، انسان يختم الكتاب تحكم مثلا هو مثلا إما انتهي الفرق بينهم وإما يسلم وعقد منهم، وجوه البيع على بيع بعضكم مهجور خطوة الرجل على خطوة عقله وكلاهما لا يجوز، وجوه أن تبيعوا ما لا تقدرون على تسليمه، بيع على الحكيم ما تقدرش تسلم حكيم الفرق في الهواء أو تكون حاطة قيمتها، وخاصة ما عندكش الوسائل التي تستقيم بها على إخراجه. كتبع شيء خارج لا تملكه هو لا تقدر على تملكه او تسليمه. وهجور البيع والسلف، بيع مع السلف معناه في انتحاله الجمع بينهما بعمليه واحده، وهجور التواصل في المزاد العملي وهذا معروف بالاسواق اللي كانت لها، وهجور التواصل في المزاد العملي على ثمن معين يلحق الضرر بالبائع والمشتري، والبيع والشراء لا تاخذ عليهم، وهجور جميع كحرق جديدها بربيئها وتوجيهها بإظهار الجيد وإحقار المبيع السيء، وجوب إخفاء أجل المبيع في منطقة عرضها البيع وما تجيش لا يجوز، وهجوم الحلف بالبيع والشراء تحلف الله قبل تبقى ما سوى اكتشف والعياذ بالله، فالحلف الكاذب كبيرة من الكبائر أيها المسلمون، اتقوا الله في أقوالكم وأعمالكم ومعاملاتكم، وشو التعامل بالربا في الإقراض والاقتراض والاستثمار والبيع، فالربا من كبائر المعاصي وهو مطلوب لقربته في الكتاب والسنة
أو السيارة أو غيرها، والتمكن ليس ضرورة، لو كان ضرورة لأتى الله بالتملك، أمر وجوب، ولو كان واجبا لكان كل من لم يملك مسكنا أو سيارة آدمة، وهذا غير واقع وغير صحيح. فالله لم يأمر الناس بالتملك ولنهى عنه بالحرام التملك بالحلال، وإنما نهانا عن التملك بالحرام في صحيح مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، مشيخا يبيعه، فآكل الربا بمعنى المتعامل حتى ولو كان معه المتعامل آكل الربا وموكلا معه وكاذبا وشاهديه، وقالهم سواء في صحيح مسلم هم سواء، وفي الترمذي ذكر الحديث ولم يقل به هم سواء. أجور أيها المسلمون كل قول وكل عمل يؤدي إلى التفريق بين الزوجين، واهجروا أيها الأزواج التصرف في إطلاق لفظ الطلاق طامة في هذا العصر على أدنى شيء أنت طالق أنت مطلقة، وقد يقولها مرات لا سيما وأن ما جرى به العمل الآن لا يساعد على تحقيق هذا الطلاق وكأنه ليس بيد الزوج، مع أنه الذي يملكه أصلا هو الزوج. ولهذا أقول للأزواج لا تتصرف مهما كان الأسباب، صرفوا في نصف الطعام، احذروا أن تتركزوا في الدين، واحذروا أن تكونوا أنت مطلقة في طالق، ليبقى الحي بينك وبين زوجك. كم أراد أن يتدخل يكون بارع عنده فرصة يتدخل في الإصلاح، ما تسدوش الباب. أقول هذا لأن يوميا تقريبا قضايا من هذا الباب، عيش والله عيش، يا في المسجد يا في البيت يا في الطريق يا في المسجد يوميا تقريبا، وحتى لو طريق مرات في المسجد طلب طلب طلب، إما من المرأة أو من الرجل. حسبي الله ونعم الوكيل. قلت واهجروا أيها الأزواج التصرع في التلفظ بلفظ الطلاق، لأنه يوقعكم في مشكلات يدخل في إيجاد حلها. أيتها الزوجات اتقين الله في أنفسكن وأزواجكن، لا تطيبنهم بتصرفاتكن ومعاملاتكن فيلجأ إلى الطلاق، ولا تتصرعن فتطلبن منهم الطلاق. وشكر جميعكم هذه المعاملات والتصرفات أنها تقبل الله وتوقعكم في ورطات التي لا تستطيعون الخروج منها، لا تدركوا بعضكم بعضا في أحوال وأفعال وتصرفات مسلوكات تؤدي بكم إلى سوء العشرة فيما بينكم وتعرض أبناءكم للضياع. أيها المسلمون، حسنوا علاقاتكم بالله تعالى بالإيمان والعبادة والطاعة والقدر، تدينوا والوفاء في الوعود والعهود وحرصوا على الاستقامة في حياتكم، وتعاونوا فيما بينكم على ما ينفعكم في الدنيا والآخرة. اهجروا المعاصي وحرصوا على طاعة الله في المعاصي، تحرم المصاب المذنبين من استجابة الله لو إلا دعوة. أيها المسلمون، استجيبوا لله يستجب الله لكم، وخافوه في السر والعلن، واحفظوا دينه بتطبيقه في أنفسكم ومناحي حياتكم، يحفظكم الله ويسددكم ويعيذكم، وتوبوا اليه يتوب عليكم ويرحمكم، لا تبعدوا انفسكم عن الله بالمعاصي فهي سبب القحط، فهي سبب القحط والفتن والبلاء والأذى والغلاء وذهاب البركات. قال الله تعالى في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى في سورة الأنفال: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. فالله الله يا عباد الله، وقد سمعتم أنواعا كثيرة من المعاصي المحذر منها، وخطبة اليوم في هذا الموضوع الجامع كأنها دستور في المعاصي لكثرة المتناولات فيها من المعاصي. وأنا وإياه جميعا
إن شاء الله بإذن الله إذا رأيتم يسير